اول طبق هنعمله سالمون بالارنبيط. نقول على المكونات: قطعتين سالمون فيليه، ارنبيط، ثوم، مشروم، بقدونس، ليمون، وشطه. طبعا هنستعمل زيت زيتون وملح وفلفل. نبتدي الاول نسوي السالمون عشان نستعمل طاسه واحده على قد ما نقدر. فنسوي السالمون في طاسه سخنه، لما يكون بالجلد الطاسه تبقى سخنه، لما يكون من غير جلد تبقى الطاسه هاديه شويه وتسخن واحده واحده عشان ما يلزقش. حط زيت، تمام كده سخنه قوي. طيب علشان برضو السالمون ما يلفش يطلع لفوق ويبقى الجلد مقرمش، هنحاول بسكينه حاميه كده نقطع فيه مثلا قطعتين ثلاثه علشان يبقى ما يلفش لفوق كده. المفروض هقول لحضراتكم على السمك دلوقتي، في قطعه فيها حته دهنيه وفي قطعه ما فيهاش نفس الحته الدهنيه. اللي بيحب السمين شويه ياكل دي، اللي ما بيحبش السمين ياكل من دي، او ممكن نبقى نشيل دي ونعملها بقى بعد كده، نعملها مع مكرونه او نشيل كذا حته. دي كده سريع ونسيبها بقى على النار الحاميه دي براحتها خالص. خلي الطبق ده هنحتاجه لان هنشيل السلمون ونحطه في الطبق الثاني على ما نبتدي نجهز بقيه الخضار. نجهز الخضار، هناخد قطعتين دول كفايه. هنقطع كده بس ايه الحروف عشان ناخد الروت او ناخد الحته الناشفه دي، علشان دي هتاخد وقت في السوى وهتبقى ناشفه شويه. بس كده تمام. هو سالمون بالمشروم والارنبيط. طبعا ممكن يتعمل بالبروكلي، ممكن يتعمل باي خضار احنا عاوزين. هنشيل الحروف بتاعه الثوم اللي هي الناشفه دي. مش عايزين بقى، لما السالمون سمكه حلوه قوي فمش عايزين نحط حاجات كتير قوي تاخد من طعمها. يعني ايه تاخد من طعمها؟ بسرعه بسرعه. لو حطينا ثوم كتير هيبتدي الثوم طعمه يطغو على السمكه نفسها، فيا دوب هنحط ثلاث فصوص صغيرين. السالمون خلاص استوى، لو حضراتكم خدتوا بالكم من لونه اتغير خالص بالسباتولا كده. وتاني قطعه. لو فضل شويه من السالمون نحاول نشيله، علشان ده بعد شويه هيبتدي يتحرق وهيبتدي يعمل طعم مش كويس. اوريدي الزيت اللي موجود هنا طعمه طعم السالمون. الارنبيط الاول ولا المشروم؟ الارنبيط. بايدينا كده نفتفته. انا مش بسوي حاجه، انا بعمل سوتيه. طبعا الثوم مش معاده خالص دلوقتي. وبعدين المشروم. وهشيل بقى الفلفل. هما كانوا قطعتين بالظبط، ادي واحده ادي الثانيه. دايما السبايسي بيبقى اختياري. في حته كمان اهي. جميل قوي. كده معاد الثوم. اخر حاجه هيبقى الليمون. نحط شويه الليمون دول بعد ما المشروم ياخد اللون. بقيه السخونيه اللي في الطاسه هتسخن وهتسوي الدرجه اللي احنا عايزينها. عايزين تسووه اكتر من كده مفيش مشكله خالص، بس هنضطر بقى نزود شويه ميه او شويه مرقه ونغطي عليه 8 دقائق 10 دقائق هيطرى خالص. بس كده هو بفايدته شويه الليمون. ملح، فلفل اسود،